وللحديث حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو ياليز كارابولوت، مديرة الأبحاث في شركة ألب للأوراق المالية. مرحبا بك سيدتي. مرحبا بكم. كيف تقيمون بداية النتائج المالية للربع الأول في بورصة اسطنبول؟ في الحقيقة نتائج الربع الأول لم تكن سيئة على القدر المتوقع، خاصة أن ظهور الميزانيات القوية في مجال قطاع الصناعة في الحقيقة كان قد رفع من مستوى الأسواق، خاصة أن الشركات التي تمارس الصادرات إلى الخارج استطاعت أن تحقق نسب أرباح كبيرة جدا. من ناحية أخرى ننظر إلى قطاع المصارف مثلا، نجد أن هنالك في الحقيقة هبوط بمستوى 25% 20 إلى 25% في مستوى الأرباح، وكان هذا متوقعا في حقيقة الأمر، وبالتالي نحن كنا نتوقع هذه التطورات في الحقيقة. يمكن أن أقول في عام 2013 في نهاياتها كانت الأمور قد تدهورت إلى حد ما، ولكن نتائج ميزانيات الربع الأول كانت أفضل مما كان متوقع. انخفاض أرباح قطاع البنوك بماذا تفسر؟ في الحقيقة سبب انخفاض البنوك مدى أو أرباح البنوك هو أن هيئة تنظيم البنوك العمل المصرفي والإشراف عليها قامت بسن بعض القوانين المتعلقة بالحد من الاستهلاك، وكان هناك مجموعة من الإجراءات المتعلقة بحد الحد من إنفاق المستهلكين في الحقيقة والمتعاملين مع البنوك. في الحقيقة كانت هنالك بعض القوانين كذلك المتعلقة بتهدئة الاقتصاد، لأن هناك نوعا من السخونة الاقتصادية التي حصلت في النهاية، وكان هنالك كذلك بعض التدابير المتعلقة بالحد من مدى الأموال الساخنة. وبالتالي يمكن أن نقول أيضا أن موضوع ارتفاع نسب الفوائد بشكل كبير كان هذا أيضا من أسباب انخفاض مدى ربح هذه البنوك أو أرباح هذه البنوك. إذن تهدئة الاقتصاد يعني في الحقيقة أن تقل أرباح البنوك، والحقيقة أن هذه التطورات سوف تسفر عن نمو اقتصادي في تركيا ذا اتجاه إيجابي وقادر على الاستمرار أكثر، وهو ما نسميه بالتنمية بالنمو المستدام. وبالتالي أنا أعتقد أن الاقتصاد التركي سوف تكون انعكاساتها في الإجراءات عليه إيجابية في المستقبل. كيف تقيمون أرقام التضخم الحالية 1.13% في الربع الأول من العام الحالي؟ في الحقيقة التضخم تم الإعلان عنه هذا اليوم كما تعلمون. نحن في الحقيقة كنا قد تحدثنا عن نسبة معينة في شهر كانون الثاني، وقد تحققت هذه النسبة تماما كما ذكرناها، وبالتالي يمكن أن أقول لقد كان هنالك نوع من الارتفاع في التضخم في نهايات شهر ديسمبر وبداية شهر يناير. وفي الحقيقة بدأ بعد ذلك طبعا البنك المركزي يتخذ بعض القرارات التي تتعامل مع الارتفاع في هذه النسبة، وطبعا بدأت هناك عملية استقرار في التضخم، وبدأ الاقتصاد التركي في الحقيقة يتخلص من هذه النسب العالية. أنا أعتقد أنه في مايو وفي يونيو المقبل سيكون هنالك نوع من الاستقرار في هذه النسبة، فيما بعد ذلك سوف يصل في الحقيقة سوف ينزل هذا التضخم بشكل تدريجي إلى الأسفل، خاصة أن البنك المركزي من المتوقع أن يخفض من نسب الفوائد في تلك الفترة. في الحقيقة التضخم السنوي يصل إلى 9 تقريبا سنويا، والشهري 1.34، وبالتالي يمكن أن نقول أن هنالك نوع من الارتفاع الذي حصل تدريجيا، ولكن مع نهايات شهر حزيران سوف يبدأ
يبدأ ينخفض نحو الأسفل، وهذا طبعا ما نتوقعه للأشهر القادمة. في الحقيقة إن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية كذلك كان له دور في هذه المعادلة، وأنا كما ذكرت فإنه ما بعد شهر مايو ويونيو سنرى شيئا جديدا. مع خفض أسعار الفائدة المتوقع في الأشهر ربما القادمة، كيف ترين مسار الليرة التركية؟ هل ستنخفض أم ترتفع بشكل كبير؟ يعني ماذا تتوقعون؟ هل ستكون الانخفاض كبيرا كما تعودنا عليه؟ يمكن أن أجيب على نحو التالي. كما تعلمون النمو مهم بالنسبة لتركيا، نمو الاقتصادي. تركيا تحاول دائما أن تحقق نموا بنسبة 5% سنويا، ولكن مع زيادة نسب الفوائد صار هنالك تهدئة اقتصادية ونزول بنسب النمو إلى الأسفل، الأمر الذي أثار قلق الخبراء الاقتصاديين. ولكن في الحقيقة إنه إذا ما درسنا موضوع الفوائد من زاوية ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، عندها نخلص إلى نتيجة أن ارتفاع نسب الفوائد كان مفيدا جدا ومهما لخفض أسعار العملات الأجنبية. كما تعلمون ماذا كان هدف البنك المركزي؟ هو المحافظة على قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، والحقيقة هذا ما رأيناه وهذا ما تحقق في الحقيقة. وكان من أهداف البنك المركزي كذلك أن يسيطر على نسب التضخم، وعندما يصل في الحقيقة التضخم إلى أعلى نسبه في شهر يونيو القادم، ثم بعد ذلك عندما يبدأ بالانحدار إلى الأسفل، عندها طبعا سوف يتحرك البنك المركزي بشكل أريح وسوف يتعامل مع الفوائد بشكل طبعا أريح، وهذا سوف يخفض الفوائد. ونحن نعتقد أن خفض الفوائد حاليا هو مبكر حاليا، ونحن نعتقد أن خفض الفوائد بشكل مبكر هو سيء للاقتصاد التركي، والتأخر كذلك في خفضها هو سيء للاقتصاد التركي. إذن لابد من خفض الفوائد في الوقت المناسب، وبالتالي يعني إذا ما قمتم بتأخير عملية خفض الفوائد، هذا يعني تأخير عملية زيادة نسب النمو. أنا أعتقد في شهر تموز سوف نرى انخفاض نسب الفوائد شيئا فشيئا. شهدنا في الفترة الأخيرة تخبطا في الأسواق خصوصا قبل الانتخابات المحلية، ولكن الآن استقرت الأمور. هل يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر في الانتخابات الرئاسية في شهر آب، أم أن الأسواق استقرت بعد الانتخابات المحلية؟ الحقيقة قد يكون هذه الانتخابات قد تسبب شيئا من التذبذب في الأسواق، ولكن يمكن أن نقول أن هنالك نوع من الهدوء في الأسواق، وهناك طبعا هناك تساؤل من سيكون المرشح لرئاسة الجمهورية. من المعلوم أن الحزب الحاكم سيرشح شخصا، والمعارضة سوف ترشح كذلك مرشحا آخر، والكل يتابع في الحقيقة التطورات والملابسات السياسية، ونحن نرى أن هناك الكثير من المناقشات الكلامية والتي لن يكون لها أثر على الأسواق، ولكن إذا تطور شيء فعلي في الساحة من اضطرابات وغير ذلك، هذا هو الشيء الذي قد يؤثر على الأسواق، وطبعا هذا سوف أيضا يلعب دورا في تحديد نسب التضخم والفوائد في المرحلة القادمة. الشيء المهم هو أن يتم ضبط نسب التضخم والفوائد في هذه المرحلة. في الحقيقة لا نرى في الصعيد الداخلي اضطرابا يدعو للقلق، ولكن نرى على الصعيد الخارجي مثلا في أوكرانيا هنالك اضطراب بشكل واضح، الأمر الذي في الحقيقة يجعل هناك نوع من التخوف. في الحقيقة أضف إلى ذلك أن أكبر مشكلة بالنسبة لنا في تركيا هو العجز في الحساب الجاري، ويتسبب في هذا استيرادنا للنفط والبترول والطاقة. والحقيقة أن اضطرابا يحصل في روسيا وهي شريكة في مجال الطاقة إلى مستوى كبير، يعني في الحقيقة تأثرا لتركيا بشكل كبير. إذن نحن لا نتابع الأحداث المحلية فقط، نحن نتابع الأحداث التي تحصل على الصعيد الدولي أيضا. السيدة يليز كرابولوت مديرة الأبحاث في شركة ألب للأوراق المالية، شكرا جزيلا لك، كل الشكر.